السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير. سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، إمام يصلي بالناس ويقول اللهم إنا نقسم عليك يا الله، أو أقسمنا عليك يا الله أن تنصر أهل غزة، هل يجوز له ذلك؟ يجوز، لكن الأولى عدمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بأدعية أثناء حروبه ليس منها مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يلحف في الدعاء، اللهم عليك برئة لودك وأن عصي عصت الله ورسوله، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب هزمهم وزلزلهم، كذا الأدعية الوردة عن رسول الله والتي في كتاب الله تتبع. نعم. السؤال الثاني، سل يعني معلم يعني هو يلاحظ في لجنة امتحان، وبعلم الرئيس المباشر يترك لجنة الامتحان، يكون ملاحظا في اللجنة، يترك لجنة الامتحان ويذهب لتصحيح أوراق المادة التي قبلها، وبإذن الرئيس المباشر وبإذن زميله في زميله الآخر في لجنة الملاحظة، هل يجوز له ذلك ورغم أن القانون لا يسمح؟ خلاص خليك مع القانون، جزاك الله، لأنه يقصر في عمله، كذا تكون لجنة كبيرة ومدرس واحد لا يكفيها. السلام عليكم.